يا نهار ازرق، انت طايق الدخان ده كله ازاي؟ جبت السجاير؟ حرام عليكي نفسك، ده انت حريقة سجاير. انت بتكلمني كده؟ انت مال اهلك اصلا؟ هتربيني على اخر الزمن؟ انا اسف. السجاير ايه والاكل اهو؟ قلت لك ما بعرفش اتزفت اطفح من غير واين. سالت الباشا قال لي خمره. لا اصله بروح امه ما بيقومش من على السجاده. اتصل لي بيه. ما ينفعش اتصل بيه في اي وقت. ما تهريش كتير، اتصل لي بيه عشان عايزاه في موضوع مهم. انا هنا موجود، واللي انت عايزاه انا هحققهولك. فين موبايلي؟ صفرناه. نعم؟ هو كان لازم يسافر عشان انت تبقي فعلا سافرتي. ونادين باشا بعته في شنطه حد تبعه مسافر. بس ما تخافيش، في اوامر بتقول ان محدش يرد على الموبايل. لا تلاقي في اوامر بتقول ان يرد كمان على مسجات بنتي. وخزر ابن ال، تصدق انا ما اعرفش اسم امه؟ بقول لك ايه، انا عايز اخد شاور. ها؟ استحمى يعني. مالك؟ وماله، تحت امرك. هو انا بقى هستحمى في الحمام المعفن بتاعكوا ده؟ هو ده المتاح، والامر اللي عندي ان انت ما ينفعش تتنقلي من هنا. الشنطة اللي كانت في العربيه، اوعى تقول لي سافرت هي كمان. لا ازاي هتسافر لوحدها يعني؟ الشنط موجوده. الشنطه ايه؟ عايزه بقيه الشنط. ما تبصليش كده، عايزه اغير هدومي. وماله؟ دي حاجه بسيطه، اجيب لك الشنط وتطلعي منها اللي انت عايزاه. وعايزه شاور جل وشامبو. 10 دقايق وكل حاجه هتكون عندك. استنى، ما عندكش اي ازازه واين هنا او حتى فودكا؟ مش هقول له. سيبينا افكر. لا ما تفكرش، راحتها وما تقلقش. ايه؟ ايه ما سمعتش؟ ولا عايزني اعيدها لك تاني؟ انت عايزاني انا اقتل نادين باشا؟ مش احسن ما هو يقتلك؟ هو يقتلني ليه؟ تفتكر لما هيعرف عن القعدة الحلوة قوي اللي احنا قاعدينها مع بعض لوحدنا دي هيكافئك؟ انا ده انت طلعت جبان جوب. امال عماد القط ايه؟ ده كان لازم كده بقى يسموك عماد الفار. طلعت في شنك قوي بقى يا راجل يا عبيط. تفتكر يعني ينفع اقول له حاجة من اللي بينا؟ طب هقول له ايه؟ ان ظهري كان بيوجعني قوي وانك عملت لي مساج. وبعدين انا عارف انك مش هتقدري تقولي حاجه من اللي حصل، بس ايه لازمته؟ ايه التهديد؟ هيقتلك ومش هيقتلك؟ لا من جهه هيقتلك. هو هيقتلك. هيقتلني ليه بقى؟ عشان هو بيحب ينضف ورا. لا أنا مش فاهم حاجة يا مدام رشا، محتاج إن أفهم. يعني لما ميعادك هيجي. وأنتِ ناسية إن أسرار نادين باشا كلها في جيبي. ما هو عشان كده يا حلو هيبقى عايز يخلص منك. نادين باشا ما بيحبش الدم. لا والله، عليا أنا برضو. أمال دم وليد ده اللي لسه منشفه؟ لا يا مدام رشا، أنا ما قتلتش وليد ولا نادين باشا قال لي اعمل كده. احنا بس حبينا نورس ودانه عشان ناخد صور الفوتوشوب اللي كان بيهددكم بيها. فوتوشوب؟ هو قال لك ان الصور دي فوتوشوب؟ امال ايه؟ على 4 في 6 هتكون ايه يعني؟ يهمك تعرف؟ والله يهمني، ويهمني اعرف كمان انت لسه على ذمته ولا طلقك زي ما انت ما قلت لي امبارح. بس ده موضوع كبير ومحتاج شرح طويل وكلام ورغي، وانا ما بحبش النور، بيوترني قوي. ما تقفل النور عشان نتكلم براحتنا، ولا انت بتخاف من الضلمه؟ يا
لا اطفي النور. يا نهار اسود ومنيب بست النيله. يا عمان كلمتني كتير انت. نعم يا روح امك. هربت يعني شغل معاك رجاله ولا نسوان بترعى؟ اخرس تقلب الدنيا عليها وتجيبها من تحت الارض. مفهوم يا نديم باشا. لا 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 اطمن يا باشا، تحت امرك. قبل ما يطلع النهار هتكون تحت ايدينا. سلام يا باشا. شطور يا دودو. الله مالك متوتر كده ليه؟ اوعى تقولي انك خايف. بكدب لو قلتلك لا. خلاص ولا تزعل نفسك، شويه وكلمه وقوله انك لقيتني. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ عشان حبيتني صح؟ قولي انك حبيتني وانك ما كنتش عارف ان في كده اصلا. هي مراتك شكلها ايه؟ ملهاش صور هنا؟ ملهاش. ليه؟ هو ده مش مكانك؟ لا ده الخن بتاعي، بس ما تلاقيش، مفيش حد يعرف يوصل لك هنا يا حياتي. طب بص بقى، اللي اوله شرط اخره نور. عايز تتجوزني بعد ما نخلص منه؟ بس تطلق مراتك الأول. ولا أقولك حرام، أنا مش خربت بيوت. لا تطلقها ولا تتجوز، خلينا كده أحسن. ولا أنت خايف أغدر بيك بعد ما ورثه وأقول يا فكيك؟ وأنت بعد ما تغدري بيا وتقولي لي يا فكيك هتروحي مني فين يعني؟ ها؟ على قولك، أنا تحت عينك وبين إيديك. وبعدين لو عملت كده اضربني، موتني، قطعني حتت. طب يا رشا انا عايز اسالك سؤال، هو نديم باشا قال لحد ان هو طلقك؟ ولو قال هنجيب 100 واحد يشهدوا انه ما طلقنيش، وان انت جيت خدتني من بيته على المطار ووثق عليا كمان. وبعدين ما تنساش انه قال في محضر رسمي اني لسه مراته على ذمته، وان كل اللي كتب في الجرايد عن طلقنا كذب في كذب. ده غير بقى القسيمة والدفتر اللي هيتحرق. جمد انت بس قلبك واطمن. انت عارف يعني ايه يبقى معاك نص ثروته؟ ولا انت غاوي فقر وشحاته وتوطي على جزمته تبوسها ويرمي لك شويه ملالين، مع انه هو اللي المفروض يبوس جزمتك؟ ده انت اللي بتحميه وبتشيل عنه المصايب. ساكت ليه؟ بصراحه خايف نتكشف. يا حبيبي انا مجهزه لك خطه ابليس نفسه هينبهر بيها. هات انت بس اللي قلت لك عليه ومالكش دعوه. واللي انت قلتي لي عليه اهو. حياتي كده بقى ما ناقصش غير الاكل عشان نحضر له العشاء الاخير. محضر. ايوه يا استاذ. عايز اقابل الباشمهندس نديم. حضرتك في ميعاد؟ في ميعاد وهو مستنيني. طب اتفضل معايا. الاستاذ عنده ميعاد مع الباشمهندس نديم. طيب متشكرين. مساء الخير. البوب وعندي ميعاد مع الباشمهندس نديم. ما هو لو انت عندك ميعاد اكيد انا اللي هبقى عارفاه. لا دي حاجه بيني وبينه. ده على اساس ان انتوا صحاب يعني. مدام اميره، هو حضرتك مش واخده بالك مني ولا ايه؟
أنا اللي ببقى مع العمدة في الإيفنتات بتاعتكم. مين العمدة؟ عماد القط. تصدق بشبه عليك، معلش أصل كلكم بتبقوا شبه بعض. حبيبك النبي توصليني بالبشمهندس نديم. طب مش لما أعرف الأول أنت عاوزه في إيه؟ لا ده سر وما ينفعش يتقال لحد غيره. خلاص احنا في احنا نكلم عمدة. لا في عرضك ده موضوع يطير في رقاب. انت مش عايز عماد يعرف انك هنا؟ ابوس ايدك، انا ما اقدرش اقول حاجة اكتر من كده. هو انت قلت حاجة؟ ومش هقول اي حاجة غير قدام الباشا. اوكي. الو نادين بيه، في واحد هنا بيسأل على حضرتك. اسمك ايه؟ البوب. قولي له إيهاب اللي شغال مع عماد في المخزن وهو هيعرف على طول. بيقول إن هو البوب اللي شغال مع عماد. إيه حضرتك مشغول؟ خلاص هعرف عاوز إيه وأبلغك. مساء الخير. مساء النور. انت مصلحتك ايه تبيع الراجل اللي انت شغال معاه من سنين وتيجي تقول لي الكلام ده؟ يا باشا من الاخر كده، انا ما بحبش الخيانه، وده واحد جنابك استأمنته وهو خانك. ما بحبش الخيانه. واللي انت بتعمله ايه دلوقتي؟ مش خيانه ولا انت طمعان في الوضع اللي هو فيه فقلت اسفين واركب مكانه؟ ما ترد. أنا خدام جنابك يا باشا. خدامك يا باشا، بس أنت ما عندكش خدمة تقدمها لي. الست اللي عندك دي ما تهمنيش خالص، هي لو تهمني أسيبها في المكان الحقير اللي هي فيه دي. خد الباب وراك. سعادتك وعدتني إن كل اللي قلته لك هيفضل سري بيني وبينك. أنت سمعتني؟ ما بحبش أعيد الكلمة مرتين. مر. أبوس رجليك يا باشا، ما تقولوش، لو عرف هيذبحني. أنت يا حيوان في مكتبي وخايف من حد تاني. مر. بره. تعالى. خدامك يا باشا. خدامك يا باشا. عارف مكانه؟ لا يا باشا، هو خدها الصبح في عربيته وقال لي ان جنابك طلبت منه ينقلها في مكان تاني. عايز وقت قد ايه وتعرف مكانهم؟ بكره الصبح يكون عندك مكانهم يا باشا. بكره الصبح تجيب لي مكانهم. لا يا باشا، انا بعمل ده محبه، مش عايز فلوس ولا حاجه لا سمح الله، ده حب في سعادتك. حب؟ ايوه يا باشا، انا اقدر الحب جدا. ايوه يا باشا، بس في رجاله ومصاريف و أنا مش عايز حاجة لنفسي لا سمح الله. بكرة الصبح يكون عندك عنوانهم يا باشا. سلام يا باشا. وحياتك ما هيطلع عليه الصبح يا خوفي. اللي هيلحقوه تبقى وقعت يا قطه ومحدش سمع عليك، ويبقى لبسنا كلنا في حته سد. يلحقوا مين يهبل انت؟ ده هي ديتها شوكه واحده، هياكلها من هنا ويتكون من هنا. طب افرض انه ما اكلش او رمى الاكل ده في الزباله، وافرض ليه حاجه زي دي وهو قاعد لوحده؟ وبعدين ده انا جايبه له الاكل اللي هو بيموت فيه وان شاء الله هيموت بيه، ومن الريستوران اللي هو بياكل منه وهو مغمض عينيه. هو مغمض عينيه؟ انا مش مطمن. ليه يا ابني؟ ما احنا ماشيين صح اهو، الاوردر وطلبناه وباسم زفتة التين أميرة، والراجل بتاعك واستلم وجابه لنا وبنظبطه. خايف من ايه بقى؟ انا مش خايف، انا بس بحط افتراضات.
افرض ان هو قبل ما ياكل كلم أميرة وسألها. يسأل مين؟ يا ابني دي حاجة معتادة، عملناها 100,000 مرة وأنا مسافرة. مش عارف، يمكن عشان حوارات السم دي ماليش فيها. ومالكش فيها ليه بقى يا حبيبي؟ يعني شايفها بتاعت حريم، عايزة حد ايدي ناعمة زيك كده، وانت عارفاني انا بحب اجيب من الاخر واخلص على طول. طب ما انت يا مخلصاتي اللي قلت ان ده مش هينفع معاه. ما هو صعب، حد يعرف يصطاد نديم باشا ده لوحده؟ ده ابن لذينة رفع كتاف على الكل، ما بيخطيش خطوة غير بحساب. ده غير بقى ان الدنيا هتقوم ومش هتقعد غير لما يعرفوا مين اللي قتل، ويجيبوا كمان السلاح اللي اتضرب بيه. انما كده في الشياكة، الاوردر وطلبناه من المطعم الفلاني وباسم سكرتيرته، يعني التحقيق رايح في اتجاه تاني خالص. ده لو بقى في تحقيق اصلا، مش يمكن يقولوا قضاء وقدر ونخلص. في الحالتين انت لازم تظهري بعديها بكام ساعة. طبعا اول ما عرفت الخبر ركبت اول طيارة وجيت على طول، وانت طبعا هتكون وصلتني المطار عشان لما اميره تبعتي سواق الشركه يجي يلاقيني ضربه طقم اسود وهتكي عياط وازاي ده حصل وعايزه حق جوزي والمطعم ده لازم يتقفل وكلها اسبوعين ثلاثه والقضيه تتحفظ ونعيش حياتنا. يا بنتي ليه؟ ربنا يستر. هي بقى اصابت يا اتنين عمر. هتصيب. المهم بس الواد اللي بيعمل فيها بتاع الدليفري وهو بيسلم الاكل سايد بتاع الامن. لا ما تقلقيش، انا مختار واد فرازه. اهو الواد الفرازه ده هو الخيط الوحيد اللي ممكن يوقعنا، خليك ذكي وقطعه. أدريه هو المكنة اللي معاه بعد ما يخلص المشوار. إيه المكنة دي؟ مكنة؟ موتوسيكل يعني. طب خليه يسرع قبل ما الباشا يروح وينام من غير عشا. متقلقيش يا رشا، مفيش حد بينام من غير عشا. ما تشوف لنا إيه الأخبار بقى؟ خاف ابعت حد من رجالتي اتلقيت هناك. انت لازم تبعت حد يعني؟ امال يعني اعمل نفسي من بنا واروح له؟ اظن عادي. لا هو اللي مش عادي ان اروح له البيت في ساعه زي دي. طب ما تكلمه يمكن يرد عليك من جهلم ويقول لك استنى يا قط بتعذب شويه. اه وماله، اكلمه عشان تبقى نمرتي اخر رقم على موبايله وابقى اول واحد يستفتحه بالنيابه. جميل والله يا رشا. ده انت طلعت بتفهم اهو. أنا فاهم الدنيا فيها إيه، وعشان بفهم أنا لازم نتكني هنا لحد ما الخبر يجينا لوحده. مش قادرة، هموت وأعرف إيه اللي حصل، وطفح ولا اتنين نام من غير عشا. هقول لك على حاجة، أنت اتكلم سيد، قول له بقول لك إيه يا سيد، هو الباشا فين؟ عمال أكلمه ما بيردش على موبايله، ادخل شوفهولي عشان أنا عايزه في حاجة مهمة. آه فسيد بقى يدخل على نديم باشا يلاقيه مرمي جنب الاكل، واول ما وكيل النيابه يساله يقول له يا باشا والله العظيم انا دخلت اطمن على الباشا، اصل عماد القط كان بيتصل بيه ما بيردش عليه، ويجي يشوف موبايل الباشا ما يلاقوش نمرتي، اروح انا بقى في 60 داهيه. ده انت طلعت بتفهم بجد. ما تحترمي الشقاوة يا رشا، الصبر حلو، وعشان كده احنا نفضل هنا لحد ما الخبر يجي لنا لوحده. طب يلا بقى عايزين نحتفل. Cheers يا بيبي. حبيبي. لوجي مين؟ بنت. يو يا عماد ده انت تقيل قوي. لوجي عند عمها اللي هيوديها هناك اصلا. قدرها. شوف برضو يا ابني انا ما بحبش حد يهزر معايا وانا لسه صاحي من النوم. اجري اجري اعمل لي كوبايه نسكافيه عشان افوق لهزارك الغبي ده على الصبح. وبعدين انت بتستعبط سايبني طول اليوم نايمه عشان تيجي تصحيني وترخم عليا. اقول انك بتستعبط وخايف تصدمني وتقول ان نديم ما ماتش. يا ولع ما ماتش النهارده هيموت بكره، لكن ليه تدخل لوجي في حاجه زي دي؟ ليه تبشر عليها؟ دي مهما كان بنتي، هي صحيح في سن رخم ما بحبوش، لكن مثيري فيهم. انت ساكت ليه؟ انت قول انك بتستعبط اهو الكذب باين في عينيك. يا جحيم وين يا فرد بتكذب عليا ليه؟ عملت لك ايه انا عشان تكذب عليا وتفول على بنتي؟ عشان تكذب عليا اهدي اهدي يا رشا. عشان ايه؟ عشان اصدق كذبك؟ وبعدين ايه رشا دي؟ انت نسيت نفسك؟
انت صدقت اني بموت فيك؟ تبهبل. من هنا ورايح اسمي مدام رشا. رشا هانم يا حيوان. مش طبر. امشي اطلع بره. وانا اسيبك عشان تهدي. امشي اطلع بره يا حيوان. بره. عليك ليه؟ وانت عايزه تنزلي ليه؟ الله. وايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ انا حره. ما انتش حره. احنا في مصيبه. ما ينفعش رجلك تخطي بره الباب ده لحد ما نشوف انا وانت هنعمل ايه. واصله؟ هو ناقصش غير حيوان زيك يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. انت نسيت نفسك ولا فاكر عشان اللي حصل ما بيننا ان الروس هتتساوى؟ انت حته خدام ولا تسوى. الخدام ده ماشي وراكي، سمع كلامك وعض الايد اللي اتمدت له. الخدام ده اتغفل ومبقاش عارف ايه اللي مقبل عليه. الراجل هو بيسلم عليا في العزا زغار اللي بعينه جابني من فوق لتحت. كان ناقص يقول لي يا قط انا اريكو مش هسيبك. راجل مين وحزني؟ انت فاكرني لغه؟ هصدق انه ما ماتش وان في حد تاني هو اللي مات؟ انت عبيط يا لأ. وانا لو ما كنتش عبيط كنت مشيت وراكي، كنت سمعت كلامك. شكلك هتقع يا قطو وهتطبل فوق دماغنا كلنا. دماغك لوحدك. انت عارفه يعني ايه انه يجيب جردات من بره يا ووقفهم في العزا؟ معناه انه بيديني السكه. كارت احمر. بلي يا قط اركن على جنب، ما انت خلاص راحت عليك ورشا هربت منك. اسمي رشا هانم يا معفن. طب يا مدام رشا هانم يا معفن، انت رايحه فين؟ انت مال اهلك؟ على فكره انا بفوت لك بمزاجي عشان عارف الظروف. الظروف ايه؟ انت هتصيع يالا؟ اقع من وشي. اقول لك اثباتي هنا. انت لو رجلك خرجت بره الباب ده وحد بس لقطك هنروح في 60 داهية. قديم فخري حويته مش سهل زي ما انت فاهمه. انت اه كنت مراته بس انا اعرف اكتر منك. واعرف ايدي واصله لحد فين. هو ما ماتش بجد؟ يعني احلف لك على مصحف علشان تصدقيني؟ طب يا رب انا لو بكدب اموت، ولا يعني كنت اخدك معايا العزا بقى وزي ما تيجي تيجي؟ يعني هتقول لي عزا؟ استهدي بالله. استهدي بالله بقى. رشا رد ايدك عني. اوعى تلمسني خالص. مفهوم؟ مفهوم. اسكت. اسكت خالص. صوتك بيعصبني. مش عايزه اسمع نفسك. يا رشا. يا كذاب. يا واطي. يا رشا. هل وجهي هي اللي اكلت السم؟ اخرس. طب عادي. قلت لك مش عايزه اسمع صوتك. عايزه هدوء في البيت لحد الصبح. عادي يا رشا. ممكن. الله الله. هجيب لك انا سجاره. انت حريقه سجاير. انا اروح على اول الناس يجيب سجاير واجي. عايزه حاجه تاني؟ يعني انت ما استلمتش الاكل من الراجل ده وحاسبته عليه؟ لا يا باشا، اللي جالي حد ثاني غير دمه. لما سالته عن الحساب قال مدام اميره هي اللي حاسبه. الكلام ده مش مظبوط. مدام اميره بتطلب الاوردر بالتليفون والحساب بيبقى عند التسليم. امال حضرتك سلمت الاكل اللي كان معاك لمين؟ باشا انا حد قابلني قبل باب الفيلا بشويه كده قال لي ده اكل باشمهندس نادين. قلت له اه، فقام حاسبني عليه واخد. يا حبيبي، هو انت المفروض تسلم الاكل لاي حد تقابله في الشارع؟ فكرت سعادتك الحرس بتوع سعادتك بيبقوا على طول واقفين قدام البوابه. الساعه كانت كام؟ حوالي 4:30 5. انت استلمت الاكل الساعه كام؟ كلمة متاخر يا باشا، قبل سعادتك بتوصل بشويه بسيطه. ممكن بس تفهمني حضرتك ايه اللي حصل عشان ده كله؟
لو شفت الراجل اللي سلمته الاكل تعرفه؟ لو شفته تعرفه؟ اعرفه يا باشا. ايه اللي بتقوله ده بجد؟ يعني لوشي يا حبيبتي؟ طب ازاي ده يحصل؟ هو انت ليه تحب عليا حاجه زي دي؟ طب والبوليس؟ قبض على اللي عمل كده ولا لسه؟ لا انا مش هبلغ البوليس، انا هتصرف بنفسي. ملك، الموضوع ده محدش يعرفه غيرك ومعاك اتنين تلاتة. خليكي معايا ثانية واحدة ملك، أرد على بيتي وأرجع لك. ما تقفليش. ها أيوه. ها فين؟ طب خليك مكانك، جايلك على طول. لا 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 لا، مفيش صبح، أنا هغير هدومي ومسافة السكة. يلا. نديم باشا، هي فين؟ هي فين؟ هي مين؟ اللي قلت لي انها هربت وبعدين جبتها على هنا، فاكرني مش عارف؟ هي فين يا ابني؟ ما اعرفش. طب اهو فين يا ابني صاحبة الجاكيت ده؟ فين انت؟ أقول كل حاجة يا نديم باشا، أقول لك كل حاجة، كل حاجة حصلت من ساعة ما كنا في المخزن لحد ما وضعش سامنة تحط لك في الأكل. حيوانات يا ولاد الكلب، موتوا بنتي يا كفرة. والله ما أنا نديم باشا. باشا هي اللي عملت كل حاجة من ورايا. مين اللي وراك ودفع لكم؟ أنا يا نديم باشا، أنا راح مكتفي من خيرك، أنا خدامك. مش معقول يعني آخر الزمن هخونك. أنت يا حيوان يا ابن الكلب، مين اللي وراك؟ أنا هقول لك كل حاجة. هددتني والله العظيم، هددتني وقالت لي اكلمك اقول لك ان هي هربت، بس فكلمتك والله خفت، عشان كده كلمتك وقلت لك ان هي هربت. وبعد كده انا كنت عايز اعترف لك، وجيت سمعت خبر العالم الصغير الله يرحمها. لكن والله يا باشا انا ما عملت حاجه، والله العظيم ما عملت حاجة يا نجيب باشا. اخرس اخرس يا ابن الكلب. هي اللي اتفقت مع الواد بتاع الدليفري ان حد يستناه يستلم منه الاكل ويحط لي في السمك. هي اللي دبرت كل حاجة. دبرت ازاي؟ نفذت كل حاجة، جابت البرنامج بتاع اللي بيغير الاسماء ده، هو بيغير الارقام وحطت رقم اميره، عشان كده كنت عايز تلبسها الموضوع. يعني هي اللي اتصلت بالمطعم؟ هي اللي اتصلت. انا ما شاء الله، انا والله العظيم انا ما عملت حاجه. يا بابا ما تتكلم، يا بابا تقول حاجه. عاوزني اقول له ايه بعد اللي شفته بعينيا في المخزن يا بابا؟ انت بتقول ايه يا بابا؟ انا دي باشا،
انا دي باشا على الراجل بتاعك، انا دي باشا، انا ما عملتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، انا دي باشا.